ازيك يا حبيبي؟ قول لي بابا يكلمني في التليفون ضروري. يلي يلي يلي. ازيك يا هدى؟ هدى؟ من غير دكتور كده خلاص؟ يلا. بنتك يا عطيه. لا 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 لا. يا عطيه. اعوذ بالله من الخبث والخبائث. اعوذ بالله. في ايه؟ امال فين عطيه؟ فين عطيه؟ عطيه بيتغسل، عطيه بيشيل الجلخ اللي على جتته، عطيه مديها سنفاره، عقبال عندك بيستحمى. مين حضرتك بقى الشقلاه؟ انت اللي مين؟ يعني هكون مين يا دلعاجي؟ عفريته ولا عفريته؟ ولا يمكن اكون عفريته؟ انا الانسه بهجه مرات عطيه. مراته؟ ايه؟ عندك مانع ولا عندك مانع؟ ولا يمكن يكون عندك مانع؟ وحياة ابوك لو كان عندك مانع تقول لي وانا خليه يطلعني وتستريح. عندك مانع يا ستي؟ هو حر في ذوقه، انا مالي. عموما الحمد لله على السلامه يا مدام عطيه. بهجه بهجه. ايوه يا مدام بهيه، الحمد لله على سلامتك. يعني ارجوكي لما تشوفي عطيه قولي له ان شقه الدكتور البانيو فيها مكسور، ويا ريت يبعت لي البايب فيتر عشان يصلح المسائل. الفايف فيتر ده ولا الفايف بيتر ده؟ تورته ده ولا ايه يا مدام؟ البايب فيتر السباك. السباك يعني؟ طب ما تقول السباك يا اخويا وتخلصنا. وبعدين ايه يعني لما ينكسر البني ولا ينحرق حتى؟ ما تستحمى يا دلعجي وانت واقف، ولا على رجلك نقش الحنه، ولا هي فشخره على الفاضي؟ ولا عطيه هيطلع يعمل لك ايه بقى؟ هيشيلك على كتافه ويحميك، ولا هياخدك يرميك في غسالش الهدوم ويحط عليك شوية صابون ويطلعك أكثر بياضا؟ قال على رأي المثل، ما لقيوش شيء يعملوه جابوا لهم بنيو يكسروه والساح ده حنبوه. يا ست انت مش فاهم اي حاجه، مش فاهم اي شيء. خير. اللي بيخرب في البلد دي لازم يتصلح، مش زي عندكم. لا يا دلعاجي بقى، عندنا لما حاجة بتخرب ما بنصلحهاش، بنرميها في الشارع. نرميها؟ ترموها في الشارع؟ وبنشتري غيرها جديد. وبعدين استر نفسك انت كمان، استر نفسك، عيب كده. كفاية هي. ايه يا دكتور حودة؟ خير فيه ايه؟ خير يا دكتور حودة؟ وهيجيلي خير وانتوا واقفين؟ سلام عليكم، هي هتبقى تفهمك. اسمع دكتور حودة، شوفي قد ايه وزن الدكتور حودة. حودة تلاقينا من غير غطا ولا انا مزعلان؟ أحمد بالسلامة وصل أمريكا ويسلم عليكم. الله يسلمه ويحفظه. متى بيرد؟ يده الله يهداك. أحمد توه رد أمريكا، يعني بعده. غريب، أنا بغيت أطلب منك شيء يعني، بس خايفة تقولي لا. تبغين بيزات؟ لا مو بيزات، لو بيزات ما تقدر تقولي لا، بس أنا بغيت شيء ثاني يعني. شو شيء ثاني؟ شو تبين بلا طلباتك كثرت؟ بس لا طفرتين تراج. ضبابة يا ابوي، هي تتكلم وياي انا، هيدي شوي. غريب يعني الصراحة. انا بغيت اسير راس خيمة عشان ازور السهيل. حليل فقير طايع في المستشفى واخوي ميثة. ميثة ميثة الله يرضى عليك، يعني انا ما صدقت اني انا شوية اريح من هيالي الاثنين بالذات، ومشاكلي تخف وصدعة الراس تروح عني. تبغين توديني لهم هناك؟ يا بنت الحلال خلينا شوية، خلينا نرتاح كم من يوم من غيرهم. أفعلك بس. تصدقون أول مرة أقوم أفتح الباب وأنا متأكد إن اللي يدق الجرس مو بسهيل ولا عبيد. سير بطل الباب سير. هذا الله يهداه أحمد، لو ياخذ لي وحدة من بنات البلاد كان أحسن. هي والله يدو بدل هاي الاثنين كل يوم بدل وحدة. السلام عليكم يا الدلعاج. الاختفاط معيد فنانة المصرية؟ لا أنا حاجة تانية خالص. أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. أهلا أهلا بك يا أخويا. ده بقى لمؤاخذة يعني فتشير مشالتت عاملاها أمي بإيديها الاتنين بالسمنة البلدي المعتبرة. فتير مشالتت؟ أيوة فتير مشالتت، أنت ما تعرفوش ولا إيه؟ ده أمي عاملاها بإيديها بالسمنة الغالية أوي 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 أوي، بس مش خسارة فيكو. والله تسلم إيد أمك، بس يعني من منو؟ من مانو
ده بقول لك في شيء مش قلت تعملها امي تقولي منمنه منمنه بعد ما تاخده براحتك بقى انا مش فاهمه يعني ايه اللي بتقوله ده اهو منمنه انا ما ببقى منمنه قصدي حضرتك منو حضرتي يبقى ايه يا استاذ حضرتي بهجة هانم بهية هانم بهية مين بهجة بهجة مرات عتجة غريب اقول لك حد انا اشوف خبزه شو هذا تقول مشلتت يعني شو يعني هذا خبز مشلتت انا اقول لك مشلتت يعني انا اقول لك مشلتت يعني متنتف لا شدي الثانيه متنتف لا مو متنتف لا لا مشلتت توعد على طرف لساني تصدقين لحظه انت شويه مشلتت هذاك يلا بسم شو الزين هو متلته مشلتت يعني متلته ليش من كثر الضرب مضيع طريقه متلته يا الله بالستر وشو دخل الفطير في التلته والضرب يلا عاد خبرني دوكم انتوا ما تعرفون هذا ايش قاعد يسوونه ما تعرفين انت لا ما اعرف اسمعي قول الله يستر الخبزه هاي ترى يوم كانت عين خبزه عين الاول معروفه انها عينه اي عين الاول هاي ايش يسوون شلون العينه يقومون اول شيء ها يسدحون العين وعقب يقومون عاد الله باسمه يفركونها ما ادري ايش يسوونها ومغطونها وعقب يرفعونها فوق ويرضخون بعرض يرفعونها فوق ويرضخون بها تحت يرضخون فوق وها وتبك تبك 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 فوق وتحت فوق وتحت وعقب يمغطونها يمين يمغطونها الشمال يمغطونها الشرق غرب وها وشيل وحب وركب ودق وسو ويعلو والدي والديها يضربونها ويكفخونها تكفيخ هاي العين هاي حليله ويمطونها مط وعقب يربعونها ويحطون فوق بعض وعقب يبونها وعقب يسوونها وعقب يشرتتونها تصبح هي شو مشلتته متشلتت تشلتت سموها مشلتت يلا عدك لي ولا تسألي وايد شو عقب هالرمسي يا ابوش حتى انا اروح يكبدي لاعت صواخ بالله عليكم اسمعني عاده انت اول شيء كل من هذا الفطير اللي تقول عنه واذا ما ضربك كلوي في بطنك ولا عقصه عقب نحن عاد بناكل عقصه في بطني تي ماكل حيفه انا باكل انا شيء يلا ميتة بسم الله وانا بعد باكل عطني لحظه شوي ايه كلوا سموا بالرحمن لحظه متشلتت ترى انا باكل مشلتت يلا هاي تمغيط دوت شكرا بسم الله الرحمن الرحيم عاد اقول لك غريب الحين عاد عطيه يوم جايب حرمته حجرته ما تسد روحها متر في متر وبعدين هو الحين يعني بيجاب الحرمته ولا بيجاب اصحاب العماره وسكانها والله عاد يدون حن ما يخصنا العماره لها راعي وهو المسؤول عن هالاشياء هاي لا كلام يدك صحيح نعم هذا اذا جاب الحرمته وقام يوديها الاسواق والمولات والسناتر وين بيجاب لنا نحن غريب شو بلاك غريب شو ها ما اجيب لك دكتور ولا اجيب لك بلاك اجيب لك زموته من مال يده زبوش انت ويدك اخ يدك ضربتني بعين يدك عقصتني عقصه في بطنك عقصتني هاي هاتيني الدكتور حوده بسرعه بطني ان شاء الله بس انت هد عمرك بطني امي مريم الله يخليك تصير زقير الدكتور ابوك وايد تعبان ما ادري شو بلا مغص شي بطنه متسمم ما اعرف قومي بسرعه زقير الدكتور زين الحين امي ابوي شو ماكل عشان يتسمم اصلا هو شو ماكل بعد وحين خلاه يتجلود هذا اللي يسميني مشلتت يدو هزل هو يدو هذا المشلتت اللي اكلت منه ما استوى بي شيء ابوي هذا ادنا تدوني عقه اي شيء خفيف مثل الريشه خلينا اسوي لي حلول يدو الله يهديك الحين مو وقت المعاير الريال مريض وين الدكتور غريب ما سوينا الدكتور تلاحقوني وين الدكتور صارت مريم تزقره دقيقه بس بي الحين بسرعه الدكتور وصل خليه يدخل
لا خليه عند الباب عشان ابوك يطلع برا والدكتور يفحص عليه عند الباب. دخلي بسرعه. ما عليه دكتور، امك نكد. تفضل تفضل. فين ابوك يا بنت؟ ها تفضل. الله يخرب بيتك يا مريم. قولي شو هتيجي داخل جايبتني عورني. هذا يمكن اكيد هذا فطيره مشلتت من عند بهية بابا. زقري زقري ولدي محمود، خليه الدكتور ود بسرعه. ان شاء الله ان شاء الله. محمود محمود بدادهم برا سيمام. ها خير خير، صاير ايش عندكم؟ لاق علينا ولدي محمود، ابعتوني فطير مشلتت من سمسم سمسمني. ابوي ايش قاعد تقول؟ انا ما افهم عليك، ايش فيك؟ هذا خبز مال مصري، لو عطوني زقر دكتور ودي بسرعة. ان شاء الله ان شاء الله يا ابوي، ان شاء الله ان شاء الله. زود ماما زود. بطنك معورك. اوي بلي عيار واحد. ماشي يا عطية، إن ما وريتك ده الزمن بيقول إذا لم تكن لي والزمن شرم برم فلا خير فيك والزمن ترلالي. إن ما وريتك ترلالي ترلالي يا ولية ترلالي أنت. يلا يلا غرف 60 داهية امشي. أنا غرف 60 داهية؟ أيوة كده، بان على حقيقتك. أيوة كده يا رجل يا كذاب يا ناقص يا دون يا اللي في سوق الرجالة ما تسواش 3 دراهم يا ضلالي. أنا ضلالي يا ولية قرشانة، أنا ضلالي اللي انكتبت في خنت النسوان غلط. الله يرحمك يا أمّا، الله يرحمك يا أمّا. صدقت لما قلتيني قردي صفيني ولا غسلي غماني. ما تزعليش مني يا أمّا، ما تزعليش مني، أنا اللي غلطان اللي اتجوزت البومة داي. حول الله قوة إلا بالله. عمارة ساكن لي في عمارة كلها مجانين، لا حول ولا قوة إلا بالله. صوتكم يا جماعة طالع في الشارع برا. وانت مالك انت يا حشري يا ابره مصديه على الكوب مرميه يا حبل المعديه يا ايحه يا تلقيحه يا للعشره منك يا عبوهم في صفيحه. انجر من هنا لا طلعك شقتك بفضيحه يا راجل يا حشري يا برص. انا برص؟ انا برص يا عطيه، انا برص؟ امك ما عارف تقول لك غزال يغمني وغزال دي غزال دي؟ ده انا كده اجمل منها، ده اللي انت اللي غزال يا عطيه. مرت غديه بتحترم حد يا عطيه؟ برص مش لما تحترمني الاول تبقى تحترمك يا سراج. عايزني احترمك يا مفش يا تروبش يا ابو عين مدوره يا اللي قفاك قدامه ووشك من ورا يا صايع يا ضايع يا دبلوم صنايع. والله ما انا اهدلك هنا اول ادي. الله العزيز ماسوره قباحه وانفجرت بين وطفح. ايه حكايه؟ روحي تفكر انك انت في البلد، هتروحي عند امك. دكتور ودي جزاك الله خير، ان شاء الله بطني يرتاح الحمد لله. والله يا عباس يا حبيبي انا مش عارف انتوا عديتوا ازاي من الموضوع ده. لازم خداره شكركم كهتشد ناشد، لازم تحمدوا ربنا على سلامتكم. كان ممكن يجي لكم الزهايمر. ولد منهم؟ وانت يا ضلالي يا مفتري، تدوا الناس فطير مشلتت بقاله 7 ايام في القفة ليه؟ ما سمعتش عن الامراض والفطريات يا عطية؟ يا دكتور حودة يا دكتور حودة، انا مالي انا مال انا، هي اللي قامت وزعت على كل العمارة. الله، وبعدين دي جزتها شو عادي؟ الله الله يسمسمني تقول الله، يبقى سمع كلمتين دخل حزم. خلاص خلاص يا ابوي حسب فيني. خلاص يا ابوي خلاص، ما صار للخير، هدي انت بس. وبعدين اكيد يعني الحرمه ما كانت تقصد. عطيه منو عزنك عند رقبتك؟ بهية؟ ايوه، اصل هي لما بتبقى مبسوطه وتحب تهزر فتقوم تعض، ولما تعصب تعض كل اللي جابيلها. عيني عليا يا غلبانة ياني، يا مكسرتش الجناح يا يتيمة، ماليش غير أب واحد وأم واحدة. يرديكم يا جماعة الخير، جوزي سنجي في غربتي يقول لي غوري. قالت غوري؟ ما عليا يا بهيش حق الصحيح، قولي لي دلي وانتهى الموضوع. دلت ايه يا دبابة؟ هو انا ناقصك السعاجي؟ عايزة تشربي قهوة في الغم اللي انا فيه ده؟ هو انا حول ولا ما تصحيش، ما تصحيش وايد، ما تصحيش وايد. احنا بس عايزين نعرف المشكلة وين، المشكلة وين. ما تصحيش وايد، ما في مشكلة ان شاء الله. ليه عاملة مشاكل وبلاوي؟ احنا بس نبغي نعرف وين المشكلة، فين المشاكل.
انت بتتكلم كده ليه كده؟ انت انا مش مستريحه لك من ساعه شرفتير المشلت. انت قراشي يلا قراشي؟ بعد عرفت القراشي؟ وين عرفت القراشي؟ انا قراشي، انا قراشي يا وليه يا رشانه. انا رشانه، كل واحد يشوفني يقول علي رشانه بين كل الله. هدي نفسك يا اخت بهيه، لكن يعني فهمين يعني شقا احنا نقدر نساعد. اصلي اللي حصل ان عطيه جوزي وعدني يشتري لي غويشه لما جيله هنا هون، ولما جيت له ضحك علي واداني بومبا وما جابليش الغويشه، وانا جاي مخصوص بيني وبينك عشان الغويشه اهي شعره من دقن الخنزير. شو تبغين يشتري لك غواشة؟ انت ما بتسمعش ولا ما بتفهمش عربي؟ شو قالت هي غواشة؟ هي هذه غواشة خت عواشة يا بهي. سكتوا الولية دي، سكتوا الحاجة دي لحسن علي النامة اعضها، عشان انا لما بزعل ببقى وحشة وهي مش ناقصة. اعصابك خلاص، هدي اعصابك يا بهي. ابوي غواشة اعتقد انها حيول. لا 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 لا، غواشة على ما اعتقد انها عقد ذهب. سمعوا انتو، اقول لك بهي يعني معناته كواشي، قصدك كواشي مو بشي يا بهي. لا اله الا الله. هدي عمرك الله يخليك يا بهي، لكن يعني بتخبرك نحن شو خصنا في هالسالفه هذه كلها مال الغويشه وكويشه؟ يعني انا ما بختك وغريب ما بيدك. انا علي في غربتي انا يلي ماليش حد يانا، امال فين الجار للجار يا ناس؟ فين أنصر أخاك في الشدة ظالماً أو مظلوماً؟ فين الناس اللي بعديها يا ناس؟ ده أنا لو خبطش على أي باب هنا ألف مين هيشيلني على جفوف الراحة. مالكم أنتم كده؟ مالكم؟ مش زرزرين ومش زربنين وضربين لي بوز؟ ضربين بوز؟ ضربين بوز؟ وين ابتبعت هاي ضربين بوز؟ انت تردحين، انت وين انت سكت تقولي ضبابه ضربه بوز؟ انت اسمع، اذا ما سكت هذه البغام اللي حذايه بقبل هذه تشوف العشويه وبضربها فكع على ثمه. انت تضربيني انا يا وليه علشان شكلك جايبه لنفسك وطلبتش الحلال؟ عدى مني تنسيكي اسمك، تعالي نهوت. يا اخوي انا بسالك سؤال، انت جاي بحرمه ولا جاي بتبرمان ولا سلوقي؟ شو من انواع الكلاب اللي انت جاي منها؟ طب يعني انا اعمل لكم ايه؟ دخلتوه شقتكم ليه؟ يعني هذا الحين يزانا؟ هذا يزانا؟ نحن مدخلين الشقه، دخلناه الشقه بعد رأفتها بحالها، يعني هاك اليوم سممتنا بالفطير سكتنا وما قلنا شيء. ساحيش حقة تعض العيوز في ظهرها ليش؟ معلش يا سعري، معلش امسحها في وشي المرة دي. سعيد بيه لو عرف الحكاية هيبهدلني آخر بهدلة، داني رافض ان انا اجيب العيلة بتاعتي. طيب يوم هو حيبهدلك آخر بهدلة ايش حكا تجيبها؟ جبتها وخلاص هعمل اللي حصل. اقول لك قوم الحين تي وياي الشقة فوق وتسحبها وتطلعها، فقني من شرعي الحرمة، قوم وخذ حرمتك من بيتي. ايه؟ اقول لك تعال خذ حرمتك من بيتي. تكلم قول تعال خذ سلوكي من البيت. ما اقدرش؟ ما تقدرش ليه؟ انا بخاف منه. السلم؟ بتخاف من مراتك؟ بس انت ما تعرفش حاجة، اصلا من الستات اللي بيستخدموا الكياس. كياس ايه؟ كياس. لا 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 لا، الكياس هذه اللي نسمعها في الاخبار؟ وويلا يا سعد عيالي في البيت رقم فكني منها. تعال خذ حرمتك يا ريال، ما الكياس هذه شو تسوي فيها؟ تعال شيلنا فكنا منها يا ريال ارجوك. اطلع مين؟ اطلع بهية حرمة عطية. اطلعها منين بالضبط؟ من العمارة؟ طب وانا مالي انا يا اخوي؟ لا تطلعها من العمارة، طلعها من شقتي، طلعها من بيتي انا. اكيد زابنا هناك تبغي تبات في بيتنا متضاربة ويا عطية، وانا شربت البلية وشر البلية ما يضحك، فهمت؟
الحقيقة ليك حق، الولية دي شرسة ومتمردة وغريبة الأطوار. أوف. ما ينفعش معاها غير العين الحمراء والشقيط. بقولك يا غريب، ما تبلغ عنها المطافي. بلغ عنها المطافي حريجة أنا عندي، هذا ما حد يقدر يطفيها. يا أخوي زين أنت ما تعرف تشخط فيها؟ يا أخوي أنت مصري يمكن تفهم لك، تشخط فيها شوي ترتاح لها رتحتين وتفهم. الحقيقة أنا بطلت حكاية الرتح دي من زمان، الوقت بيه الدكتور بقى زمان. لو جيت لي زمان كان ممكن أردح لها رتح غريب. الحسر دكتور؟ لا الوقت خلاص. دكاترة ما يردحون. ما أقدرش أردح. زي أشخط فيها؟ أنا مسالم، لا بشخط ولا بعمل حاجة. يا أخوي منهم في العمارة هنا عندنا يشخط شخطة جامدة كذي فيها، بس المهم يخوفها يطلعها. عايز حد يشخط فيها شخطة جامدة؟ اي والله عينها يطلعها برا؟ عينها قوية ما تخاف. ما فيش غير عباسو. عباس؟ عباسو يشخط فيها شخطتين كبار ورطنتين من اللي بيقولهم دولة تتنطط قدامه وتطلع برا على طول. عباس؟ ايوة. أبغيك تشخط فيها، أبغيك تشخط فيها وتزلزلها، أبغيك تخوفها، أبغيك تطلعها من بيتي اليوم. محمد أنت تشخط فيه بيطلع، لا ليش ما تشخط فيه أنت؟ ما عندك أنت، بغيت أنا شخطت وصارخت لكن شفت منظر خوفني. خوفت؟ أنا لازم أقول لك الحقيقة يا عباس. قول محمد، قول. أنا بصراحة في السوالف أنا شوي ضعيف. قلت عمر أنت ريال قلبك قوي فعلي. وأنا أخوك وطالب منك طلبة. عمر وأحمد جارك يستغيث بك. جارك يستغيث بك. وأنا في الشوف أبو أحمد. شوف هذه فيها عيب يا أخوي، إذا عصبت عيونها تشلك. عيونها يشلك. براطمة تزرك. براطمة يصير أزرك يعني. وبعدين تكشر على نيابها. نيابها ما يخوفني. ما يخوف. لكن اللي يخوف يا عباس اتعظ. إذا عصبت تعظ يا عباس، وأنا بصراحة ما أقدر على السوالف. مالك محمد، أنا بلد معها أربع سنين مثل أهلي يوم يفوت على نصر. بس أبغيك تشخط. يبه أبغيك تصارخ مثل ما تسوي في الملعب. بابا يبه، أقول لك يبه. ما أقدر يبه، تعال البيت داخل. بدل باب محمد. لا تصارخ الحين شوي، صبر جهز حق داخل. اشحن يلا تعال. عشر عيال وامهم. يبي الام ويبي العيال. اشوف اتكل على الله، جاتك 60 خبة وانت شبهي. مش هتكل وانا شبهك. طب تعالى هنا بقى. صبري له. عدى واحدة نسيك اسم اهلك. صبري له. من هو ويا يا جماعة فكوني من هالسالفة هذه. يا جماعة خلاص، هذا ما حد يقدر عليها، هم الجن ما يقدرون عليها. هاي الصوت مثل ياسوم على صدرنا يا ابوي، شو نسوي؟ هدي يا غريب هدي، انت لا تكبر السالفة وهي بسيطة، يعني انت خليها تبات اليوم عندنا واعتبرها ضيف والصباح رباح. صدق ميتة اندوت ميتة امي، هذا ها الشرشف قاطلنا هنا في الشريعة ومدخنتنا وغاسلتنا اليوم، يعطيها خلي تلحف ان شاء الله. شو تلحف؟ شو غاسلة في الشريعة؟ يعني توحي خلاص استوى الأمر عندكم عادي؟ قبلتوا بالوضع؟ قبلتوا بالأمر الراهن يعني؟ هذا أصبح احتلال. شو تبانا نسوي يا أبوك احتلال؟ تقول رضينا باحتلال بهيه.